يا لطيف على المكالمة يا كابتن سمير، ها حاجة صعبة صعبة صعبة. هذا رئيس رابطة الدوري المحترفين مع رئيس نادي الزمالك، يعني تخيل ها عزيز الحميدي متقابس مع رئيس نادي من الأندية الكبيرة. يا لطيف والله، وضع صعب وضع صعب. الله يعين، ربنا يسهل الأمور إن شاء الله. طيب ناخذ الحالات التحكيمية، يعني يوم الثلاثاء نعرف يوم الثلاثاء طيب حمد العنزي مات كذا ارحم. لا ابو بدر، انا اقول لو كان الكابتن سمير عثمان رئيس لجنه الحكام ومرتضى يتصل عليه حيعمل ايه؟ لا لا جامد، ما عليك ابو محمود، مو سهل ترى. لا 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 ما كذا يا ابو لمى، خلينا حبايب ابو لمى. ونعم ونعم ونعم.